من نجوم مباراه امبارح واحد الاسباب الرئيسه لفوز نادي الزمالك بهذا اللقب حارس مرمى الفريق محمد علي. مساء الخير عليك يا كابتن محمد والف مبروك. مساء الخير يا كابتن مريم، اهلا بيك وحابين نبارك لك ونبارك طبعا لكل الفريق. اعتقد تكون حتى المباراه النهائيه نادي مصري امام نادي مصري، اعتقد كمان الحسابات من قبل المباراه بتكون مختلفه. طبعا يعني احنا من قبل المباراه عارفين ان نادي سبورتنج فريق محترم جدا، طبعا وهم الصراحه ادوا اداء يعني جيد، يعني بطريقه غير طبيعيه. هم يعني حسيتوا الماتش كان صعب قوي علينا، وكان احنا اللي علينا الضغوط، عشان كده هم اللي كانوا افضل في المباراه او في معظم فترات المباراه. لان احنا كان طبيعي ان انت كفرقه نادي الزمالك عندك حوالي 10 11 لعيب من قوام منتخب مصر، بالظبط. فالطبيعي ان كان يبقى ماتش اسهل شويه، بس هم فاجئونا باداء مميز جدا. بس احنا الحمد لله يعني معروف عننا يعني ان احنا ما بنستسلمش الحمد لله، ولحد اخر ثانيه في الماتش احنا كان عندنا امل ان احنا ممكن نرجع، والحمد لله ده حصل. طيب الضغوط اللي بتكون على الفريق كله في معظم او اوقات او ثواني المباراه بتكون مختلفه في الثواني الاخيره اكيد على حارس المرمى. امبارح انت تالقت في التصديين في الوقت الصعب جدا، قدرت من خلالهم ان انت تحسم المباراه لفريق الزمالك. كلمنا عن الوقت دوت نفسيا، ازاي كنت تقدر بقى تتعامل مع الضغوط اللي انت بتتكلم عليها؟ والله يعني الحمد لله احنا معانا كابتن حماده الروبي طبعا حارس المرمى الكبير، يعني ف هو الحمد لله يعني الراجل ما بيدخلش علينا بحاجه، ومعودنا ان الاجوان اصلا المفروض في اخر 10 دقائق اخر ربع ساعه من الماتش هي اللي المفروض تكون تركيزها اعلى من اللعيبه. في معظم اجوان العالم اخر ربع ساعه دي هم اللي في ايديهم المباراه، كانت مكسب او الخساره المكسب. فانا الحمد لله يعني كان في شويه تعليمات باخدها من كابتن محمد الروبي في اخر فتره من المباراه بالذات، كان بيديني مع حاجات كتير وانا واقف يعني. بس وانا عديت بالمواقف دي كتير الحمد لله، يعني انا بلعب في النادي من وانا عندي 16 سنه درجه اولى، فشفت حاجات كتير من الاجيال اللي كانت موجوده قبل كده، وعشرت اجيال كتير، عشرت اجيال محترمه جدا عمرها ما كانت بتستسلم. تحس ان الواحد كل جيل بيسلم جيل، يعني ما فيش دروب بيحصل مثلا في الروح اللعيبه، يعني في لعيبه بتيجي من بره النادي تحسهم ولاد النادي ولا كانهم جايين من بره النادي. عندنا ثلاث لعيبه جايين من الاهلي السنه دي كانوا بيلعبوا امبارح، ولا كانهم بيلعبوا في النادي هم عندهم 7 سنين. بس الحمد لله يعني موضوع الضغوطات ده انا يعني الحمد لله يعني مش اتعودت عليه شويه، بس طبعا الفضل يرجع لكابتن احمد الروبي وثقته في الحراس الموجودين انا وفلفل وهشام السبكي. الحمد لله يعني هو ما بيدخلش علينا بحاجه وعلى طول سبورت لينا يعني. بس الحمد لله الحمد لله. طيب يعني في الثواني الاخيره من عمر اللقاء، وكان واضح ان في ان المباراه تقريبا خلاص راحت لنادي سبورتنج، كان في احتفالات من قبل لاعبو نادي سبورتنج. انتم بقى كلاعيبه نادي الزمالك ازاي قدرتوا تفصلوا المشهد دوت بان انتم تركزوا في مجريات اللقاء اللي كان فاضل خلاص فيها ثواني معدوده؟ دي مش أول مرة تحصل معانا. ماتش السوبر الأفريقي السنة اللي فاتت مع النادي الأهلي حصل نفس الموقف. احنا اتعلمنا في النادي إن مفيش حاجة اسمها أفرح ولسه في وقت، طول ما التايم بتاع الساعة شغال لا لسه مفيش حاجة اسمها إن أنا أفرح من بدري. هما طبعا توقعوا أو هو إن هو خلاص يعني ناقص دقيقتين وفرق ثلاثة، الطبيعي إن خلاص الماتش خلص. بس اللي مش طبيعي إن هو إن احنا لا احنا متعودين طول ما في تايم في الساعه شغال احنا ما بنوقفش لعب. كان عندنا امل لحد اخر ثانيه فعلا ان احنا لا احنا ممكن نقدر، زائد ان احنا عندنا من الخبرات كفايه ان هي تقدر في اخر فتره تعمل حاجه زي دي. هم نادي سبورتنج فرقه محترمه جدا 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 يعني، واللي فرق شويه معاهم ان هم فرحوا بدري فعلا، بتفرق في خبرات لعيبه ان انت لازم تبقى عارف انك تلعب لاخر ثانيه طالما لسه في تايم. بس احنا حابين نشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد علي حارس مرمى نادي الزمالك، واكيد بنبارك لك على اداء رجولي قدرت تقدمه مع الفارس الابيض، واكيد بنشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق باذن الله تعودوا مره ثانيه الى مصر سالمين.